بعد مرور أكثر من 7 سنوات على انطلاق الأشغال، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد. لكن بعد إعادة بعثه من جديد وإسناد مهام إنجازه لمجمع كوسيدر سنة 2017، التحدي لا يزال قائم من طرف عمال وكفاءات جزائرية تسعى لاستكمال وتسليم الشطر الأول من المشروع. احنا ماذا بينا ينطلق هذا اللي مستغالم كامله اللي راهي تتقارع له باش يكون كاين هذا الترامواي ويعطي حله شابه في بلديه مستغانم. الشركه هذه خمس الشركات الاولين في الانجاز هذا، باسكو كانت شركه اسبانيوليه نهار الاول ما خدمتش، طالت بزاف مده 6 سنين ولا 7 سنين بزاف، ولكن هذه الشركه جديده تاعنا تاع الجزائر ما شاء الله. اليوم الحمد لله سور لي 14.2 كيلومتر دونك السكه الحديديه راهي كاع محطوطه، واليوم رانا في لا فاز دو فيناليزاسيون دي ترافو. الله تكون التجارب الاوليه في السداسي الاول من سنه 2021 بعد وصول عربات التراموي حوالي 4 عربات او 3 عربات على الاقل. الشطر الثاني لمشروع تراموي مستغانم الذي يربط محطة القطار بجامعة خروبة مرورا بتجديد يعرف تأخرا في نسبة أشغال الإنجاز. لازم المواطن المستغانمي يتفهم هذه الوضعية الصعبة اللي تلقاتها شركة كوسيدار، وهي في الحقيقة في حقيقة الأمر تقوم بتحدي لتكملة المشروع. سمعوا صوت تراموي مدينة مستغانم عبر أحياء وشوارع هذه المدينة الساحلية، لحظة ينتظرها سكان المدينة